أهم توقعات الفلك لمواليد الدلو بالأسبوع الأخير من شهر شباط فبراير. عزيز الدلو اعتمد التحفظ الشديد التلاتة 22 والأربعة 23، فهاليومين معاكسين وبينزروا بتراجع معنوي وبحادث بسيط أو بإرباك أمام بعض المستجدات، بس حياتك الاجتماعية والشخصية بتتخذ طابع جيد جدا ابتداء من يوم الخميس 24، وربما قبل هالشي بتمارس سحر كبير وبترتفع شعبيتك بفضل طبيعتك الدبلوماسية والمحبة للمرح. بتتواصل مع أصدقاء ووجوه مألوفة وجديدة على السواء بالأيام الأخيرة من الشهر. يمكن تنسحب من لقاء بين السبت 26 والأحد 27 لأنه كنت بدك إياه سري، أو بتستعيد بعض الذكريات. بعد مواليد الدلو بفضلوا بيقفلوا الباب على بعض المشاكل المهنية، ويمكن ينفتحوا على الخارج وينعموا بخبر جيد بيتعلق بهالمسار يوم الاثنين 28. الحظ بيواكبهم بهاليوم وبيساعدهم على اختيار صائب لعمل لقلهم، وما عندهم وقت يضيعوه بمجالات عقيمة. أما إذا أردت عزيزي الدلو اختيار يوم جيد للعلاقات الرومانسية، فركز على يوم الأحد 27 لأنه الأنسب بهالفترة.